وقعة بدر منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وقعة بدر منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وبهل أتى عليه من تشير الآية منه اللي كفى للكرم عطايا علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى علي قالوا الرابع قلنا الأول علي نص عنه في القرآن نزل تمت فيه النعمة من ربنا والدين بفضل الكرار وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ميلاد تاسع أئمة أهل البيت الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، وبهذه الذكرى يتم افتتاح مصلى حسينية الصالحية بعد فترة من الإعمار والجهود المبذولة من الإخوان الأعزاء خدمة الحسين وشباب الصالحية الذين تبرعوا وتطوعوا لتقديم هذا الصرح الجديد للحسينية حسينية الصالحية بجهود أبناء الصالحية الكرام. منعوفه علي 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 منه اللي ديله نذبح منعوفه علي 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 اي منه اللي ديله نذبح منعوفه علي 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 ما نتبع داره انا عرفت راي امك وام بالولاده استاحت يا علي يا علي انا عرفت اسرارك بمن زهت شمس الديانه ولاحت علي 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 وازهار جنة عدن بمن فاحت علي 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 منه الجلغي ومشدد ونزاحت.